السلام عليكم. إذا درس آخر بالنسبة للمختار في النشاط العلمي للسنة الثانية من التعليم الابتدائي، وهذا الدرس هذا دائما في إطار الوحدة المتعلقة بصحة الإنسان واحد، ودرس هو البارد والساخن، البارد والساخن. إذا أكتشف لماذا يشرب مصطفى من كأسه بينما ليلى لا ترفع كأسها. كنشوف على أن مصطفى ترفع الكأس ديالو بينما ليلى ما كترفعش الكأس ديالها. إذا شنو هو التساؤل؟ شنو هو التساؤل اللي ممكن أننا نطرحه؟ تساؤل اللي ممكن أننا والدرس يتعلق بالبارد والساخن. إذا كيف أميز، كيف تساؤل هو كيف أميز بين البارد والساخن؟ كيف أميز بين البارد والساخن؟ بين البارد والساخن. إذا ممكن أن كل واحد غيقول لماذا ليلى لم تشرب كأسها ومصطفى شرب كأسه، هذا تساؤل، ولكن في إطار الدرس كيف أميز بين البارد والساخن. إذا بالنسبة للافتراض شنو غنفترضوا هنا؟ ربما ممكن نقول أن ربما ليلى لا تحب الشاي الساخن. نقول هنا ربما ليلى لا تحب، ربما ليلى لا تحب الشاي الساخن، الشاي الساخن، ربما ليلى لا تحب الشاي الساخن. هذا افتراض. غتقول ربما ليلى تحب الشاي البارد، ربما ليلى تحب الشاي البارد، الشاي البارد. هذا افتراض ماشي تساؤل، الشاي البارد. إذن أتحقق وأتعرف لما ليلى لا تحب الشاي الساخن أو تحبه باردا. إذن ألاحظ الرسم ثم أملأ الفراغ بالكلمة. أميز البارد عن الساخن بواسطة حاسة الشم أم حاسة اللمس؟ في نظركم كيفاش كنميز الساخن من البارد؟ ملي كيكون البراد محطوط حداك وكان سخون، ومثلا واحد الطفل جا انت كتمنعو انه ما يقيسش البراد لانه انت عارف سخون، ولكن هذاك الطفل عنده واحد الغريزه انه خصو يمسو، ملي تيقيسو تيهرب يديه. لماذا؟ لانه ساخن. اذا يعني باش ميزنا البارد من الساخن بواسطه حاسه اللمس، بواسطه حاسة اللمس، حاسة اللمس، اللمس، اللمس. إذن ماذا سنستخلص في نظركم؟ يعني الخلاصة التي يمكن أن نستخلصها من خلال درسنا وما درسناه بالنسبة للبارد والساخن وكيف نميز الساخن والبارد. إذا الاستخلاص هو أن بواسطة حاسة اللمس أميز الساخن والبارد، بواسطة حاسة، بواسطة حاسة اللمس أميز الساخن والبارد. كنتمنى أن الكتابة تبان لكم مزيان. بواسطة حاسة اللمس أميز الساخن والبارد. إذا أستثمر، أضع علامات في تحت البارد والعلامة بالأخضر تحت الساخن. إذن الأخضر والأحمر، إذن البارد بالأحمر
هنا قطعة ثلج إذن بارد. عصير ليمون إذن فهو بارد. أما الكسكس فهو نلاحظ أنه ساخن، إذن علامة خضراء، وكذلك الفرن. إذن هذه هي صفحة رقم 9 من درس البارد والساخن. كنتمنى أنني نكون وصلت لكم الدرس جيدا، ونتمنى أنكم فهمتوا. ما تبخلوش عليا باللايك وبالبارتاج ديال القناة مع الأصدقاء ديالكم، وشكرا لكم.